تجين يمكن كازابلانكا اتكلف كتير، وانا معايا طبعا شركاء كانوا في الفيلم، الناس عملوا سبورت كامل، دوس ويلا ونوصل نبقى مختلفين، والحمد لله النتيجه ظهرت للناس ان شافوا فيلم مختلف. في البدله، في تصبح على خير، في من 30 سنه، كل الافلام اللي اشتغلت عليها انها هتبقى البرودكشن فيها واضح، الانتاج باين انك مش عايز يعني تقلل في كوست في حاجه، لا مفيش استخسار في اي حاجه، بنصرف الفلوس في المكان المظبوط. وانا يعني عشان شغلي في الايفنتس اداني خبره في حاجات معينه، فكنت بشتغلها من في كده في السينما، فعملت ليا لاين ليا يعني ديزاين كده، مع ان انا الى حد ما مع المخرج بنقعد نوصل للكومبو الناجح. ويمكن ده في كازابلانكا بالذات، ان معظم الترشيحات كنت انا بقولها وبيتر ميمي الراجل بنقعد نتناقش ونوصل فيها، وصلنا لافضل كاست كان ممكن في العالم الحمد لله.